وجد قرار رئيس الجمهورية الذي أعلنه أمس بوقف إطلاق النار من قبل الحكومة حتى إحلال السلام وجد صدى واسعا وقبولا من قبل المواطنين بجنوب كردفان وقيادات القوى السياسية. وقال بعض قادة الأحزاب السياسية إن القرار فتح أملا جديدا لأهل الولاية تجاه وقف الحرب نهائيا، وهو الأمر الذي يضع الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال في تحد للدخول في مفاوضات جادة وعاجلة تعمل على وقف الحرب ومنح الفرصة لأهل الولاية للعيش بسلام. أطلق الرئيس البشيري حمامات السلام في جنوب كردفان في رمزية تؤكد رغبة الحكومة الجادة في تغيير صورة الحرب إلى سلام وإعمار وتنمية. وألحق الرجل الخطوة بإعلان وقف إطلاق نار دائم حتى يتحقق السلام في السودان. أحسن نهيئ الجولة السلام والحقيقة السلام. أنا بعلم من كادوغل هنا تمديد وقف إطلاق النار لغاية ما نحقق السلام ونجيب السلام إن شاء الله. هذا الموقف الحكومي بحسب مسؤولين حكوميين فتح أبوابا جديدة من الأمل المصحوب بالاستعداد للسلام والتنمية لأهل الولاية. هذه الزيارة بالتأكيد فتحت الآن الباب واسع جدا والأمل والطموح لمواطن جنوب كردفان، لذلك هذه الحشود الكبيرة جدا والضخمة التي حقيقة يعني من النادر حقيقة أن تحتشد بمثل هذا الحشد الكبير التي شكلت هي كل القوى الاجتماعية والقوى السياسية في جنوب كردفان، تؤكد أن مواطن جنوب كردفان يعني الآن هو يستعد بشكل كبير جدا ليدخل مرحلة جديدة هي لسه مش مرحلة وقف إطلاق النار فقط وتجديد وقف إطلاق النار، ولكن هي مرحلة الحياة السلام ومرحلة الاستقرار ومرحلة المواصلة في مشروعات التنمية. التوصل إلى السلام عبر آلية الحوار بدلا عن الحرب مرحلة يصفها سياسيون بالمتقدمة تحفظ الدماء وتعلي قيمة الوطن وتمنح أبنائه فرصا أكبر للتواصل الإيجابي رغم الخلاف السياسي. نحن قوة الحوار الوطني نعتقد أن لا بديل غير الحوار، والحوار ليس له سقف، نستطيع أن نجلس معا من خلال المخرجات التي تواضعنا عليها كل الشعب السوداني خلال الفترة الماضية أن يعني نزيد مزيد من الحوار ونستمع للأطراف كلها حتى نجد الحل الجذري لمشاكل البلاد. من الزاوية الأخرى يرى مراقبون أن القرار جاء بمثابة وقف الحرب نهائيا ويضع طرفين الحكومة والحركة الشعبية في تحدي الدخول لوقف الحرب. هذه نهاية للقتال الذي دار طوال هذه السنوات. ماذا تبقى؟ تبقى من الوفد المفاوض أن يضع توجيهات الرئيس وقرارات الرئيس موضع التنفيذ في الوصول لتسوية عاجلة جدا مع الأخوان في الطرف الآخر. بذات القد مطلوب من الحركة الشعبية بشقيها، أنا بقول بشقيها، سواء كان الجناح الذي يقوده مالك عقار أو الجناح الذي يقوده عبد العزيز الحلو، التواضع لاتفاق سياسي ينهي هذه الأزمة التي استطالت. تمديد وقف إطلاق النار إلى حين إحلال السلام في جنوب كردفان قد يكون هو الأمر الأهم بالنسبة لرئيس الجمهورية من خلال خطابه الذي وجهه لأهل جنوب كردفان بمناسبة عيد الشهيد القومي. محمد إسماعيل شروق، ولاية جنوب كردفان، استاذ كادوغلي.